سلمى هاتيلي اشرب. اتفضل. سلمى شيلي الالوان ولمي اللعب ويلا عشان نقعد نذاكر. يو يا سيف، كل حاجه سلمى سلمى، ما تشيلهم انت. لا طبعا. ليه؟ انا الولد. يعني ايه بقى؟ انا الولد وانت البنت، يعني انت اللي لازم تعملي كل حاجه. ايه ده، بتزعقوا كده ليه؟ بتتخانقوا ليه؟ عشان سلمى مش بتسمع كلامي. من الصبح سيف عمال يديني اوامر، هاتي ده شيلي ده اعملي ده، وحتى مش بيساعدني. ايوه عشان انا الولد، البنات هم اللي المفروض يعملوا الحاجات دي مش الولاد. مين اللي قال كده يا سيف؟ في التلفزيون قالوا كده، الولد كان قاعد بيطلب كل حاجه والبنت هي اللي بتعملها. يا سيف، مين اللي عمل الاكل النهارده وحضر السفره؟ انتي وبابا. ومين يا سلمى اللي حضر العشاء امبارح؟ بابا. ومين بقى اللي وضب البيت الصبح؟ كلنا وضبنا سوا. انا وماما مثلا يا سيف بنساعد بعض دايما في البيت، بالذات في الوقت ده لاننا قاعدين في البيت اكتر بسبب الكورونا. الولاد والبنات يقدروا يعملوا نفس الحاجات زي بعض بالظبط. يعني انا ما ينفعش اطلب من سلمى تعمل لي حاجه؟ ينفع تطلبوا من بعض حاجات، لكن الغلط يا سيف انك تخلي سلمى تعمل لك كل حاجه علشان انت فاكر ان الولاد ما ينفعش تعملها. بس انا شفت في التلفزيون ان ده شغل البنات مش الولاد. يا سيف، مش كل حاجه بنشوفها في التلفزيون تبقى صح ونعمل زيها. لازم نفكر ونتكلم في اللي بنشوفه مع بعض، وهنبدا نجرب ده من النهارده. انا اسف يا سلمى اني ضايقتك وكنت بطلب منك كل حاجه، بس بعد كده هنساعد بعض زي ما بابا وماما بيعملوا. اتفقنا يا سيف. شاطرين يا حبايبي، انا فخوره بيكم قوي. ودلوقتي يا سيف علشان نثبت كلامنا، انا وانت هنعمل احلى عشاء مع بعض.